ورجعنا لكم اعزائنا المشاهدين في اخر فقراتنا الحواريه النهارده اللي هنتكلم فيها عن موضوع مهم جدا يمكن بيهم القطاع الزراعي بشكل كبير جدا وهو موضوع امراض النبات. يمكن امراض النبات من منطلق كلمه مرض، فاي مرض في الدنيا دايما بيكون له عرض وبيكون له علاج وكمان بنتعامل معاه بشكل دقيق جدا. كل مرض في الدنيا لو اخذنا المنظور الطبي حتى في 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 معالجه النبات هنقول ان كل مرض في الدنيا الدكتور بيوصف له جرعه محدده من الدواء، لا ينفع نفرط في هذه الجرعه ولا ينفع نقلل منها. يعني الافراط النهارده في استخدام المقصبات او في استخدام الاسمده او في استخدام المبيدات ادى بينا لمشاكل كبيره جدا، ادت الى ارتفاع معدلات التلوث البيئي بشكل كبير جدا، وبعد كده التلوث البيئي ده انعكس كمان على الزراعه بتاعتنا فبقينا في مشكله كبيره جدا. المشكله دي لازم نوجد لها حل وهنفتحها مع بعض النهارده، وهو موضوع تأثر النبات بالتلوث البيئي وكيف يمكن كمان للزراعة أن تساهم في التلوث البيئي. ده هيكون موضوعنا النهاردة مع الأستاذ الدكتور شعبان خالد، أستاذ أمراض النبات وأمين عام جمعية أمراض النبات المصرية. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. يعني النهاردة حضرتك مشرفنا وحضرتك قيمة وقامة كبيرة جدا. النهاردة جاي بتتكلم باسم جمعية أمراض النبات المصرية وقد إيه الجمعية دي يعني مهمة جدا للزراعة المصرية ومهمة جدا لكل مزارع، وأكيد موضوعنا النهاردة هيهم كل المزارعين المصريين. لكن طبعا خلينا نعرف من حضرتك النهاردة يعني موضوع الأمراض النبات، كيف يمكن لأمراض النبات أن تؤثر على الإنتاجية وتؤثر على المحصول؟ أولا كل سنة وانتم طيبين، وأنا أحيي من اسم البرنامج ساعة الصبحية، أحيي كل من اخترع هذا الاسم، لأن ساعة الصبحية بالنسبة للفلاح المصري هي ساعة الكد والعمل، فبيسعى الى رزقه وهو اللي بياكلنا، واحنا جميعا خدام هذا الفلاح البسيط الذي يطعمنا. اكيد. فدي نمره واحد. نمره اثنين، مفيش محاصيل في حتى الانسان لازم يصاب بامراض. صحيح. طيب ازاي نقيه؟ دي اللي هنقوله في امراض النبات. امراض النبات ده لما تقول لواحد انت وشك اصفر ليه؟ يبقى ده عرض للمرض. حاجه عنده. صحيح. حاجه اللي عنده. يقول لك والله انا كره الدم مش عارف ايه. اذا النبات عشان يصاب بمرض، والامراض النباتيه غير يعني هي جزء من الافات، الافات الزراعيه اللي هي امراض حشرات حشائش نيماتودا، كل دي افات. انما المرض بسببه ثلاث مسببات او اربعه، اللي هو امراض فطريه، امراض بكتيريه، امراض فيروسيه، وامراض نيماتوديه. في حاجه بنسميها امراض فسيولوجيه، نتيجه عطش شديد، نتيجه درجه حراره ارتفعت مره واحده، انخفض الصقيع، دي اعراض فسيولوجيه. او زياده الماء الارضي لما هي على النبات ما يعرفش الجذور تتنفس، وهي دي سبب اساسا النمو، فما بتعرفش الجذور تتنفس، لما بيطلع مستوى الماء الارضي يغطي منطقه الجذور، كيف تحصل على الاكسجين؟ ما فيش. ده اختناق بيسموه العطش الفسيولوجي، يبقى الميه موجوده. صحيح. بس هو مش قادر يتنفس عشان يمثل ضوئي. صحيح. ما بيقدرش. كل دي اعراض لبعض مسببات الامراض. كل عرض له مرض، وكل مرض له مسبب. فاذا لما بتيجي مثلا ازاي اعفن الجذور؟ اعفن الجذور لما في التربه الغادقه والصنف مش مقاوم لحاجة، وبعدين تيجي توضب له الرطوبة الزيادة، الاختناق في التنفس، وبعدين الكائنات المايكروفلورا بتاع التربة فيها مسببات الأمراض. صحيح. وفيها بتتنقل عن طريق البذر وتيجي تقعد في التربة فبتأثر تعمل عفن جذور. طب الجذور لما تعفن يبقى الأبتك أو الامتصاص بتاع المواد الغذائية يتم إزاي؟ خلاص. يبقى هنا هيبقى يطلع النبات ضعيف أو قد يموت. يبقى إذا ده معكوسه على أو مردوده على قلة الإنتاج ونقص في الإنتاج. صحيح. يبقى إذا الأمراض النباتية تؤدي إلى نقص في الإنتاج. وسنة 95 الدكتور يوسف الداودي رحمه الله عمل هو فريق بحثي على الصدى الأصفر في القمح. وصلت يعني بيسموها ابيديميك، يعني سنوات وبائيه وسنوات غير وبائيه حسب التوافر المسجل المسبب المرضي والصنف قبل الاصابه. لازم الاثنين دول. يعني عندي كائن مسبب للمرض الباثوجين
وعندي عائل يكون قابل للإصابة، مش ريزيستنت، مش مقاوم. فدي عشان فهو رصد الصدر الأصفر في القمح سنة 95 وعمل بيبر ونشرها، وصلت نسبة الخسائر من 12 ل 20% أو ل 25%. يبقى إذا وسنوات في مرة برضو على في القمح أصداء القمح جابت خسائر برضو سنة 90 50% من المحصول، والقمح ده محصول استراتيجي يعني هو ده لقمة العيش وهو ده الخبز وهو ده كل حياة الفلاح حتى إنتاج القمح والذرة اللي محاصيل الحبوب. إذا الأمراض بتؤثر تأثيرا مباشرا على الإنتاج الزراعي. طيب احنا يعني نتفرج عليها، احنا شخصنا نتفرج عليها ولا نشوف احنا نقاومها ازاي؟ لما نقاومها ازاي هنا هنستخدم هنخش في مجال المبيدات. موضوع اللي انا جاي اتكلم فيه النشره اللي انا عاملها التهوس البيئي وامراض النبات. احنا قلنا مقدمه عن امراض النبات. طب ايه هو التلوث البيئي؟ وايه السبب فيه؟ لما جينا للمبيدات هنقول التلوث البيئي وامراض النبات. يعني طبعا انا متفق مع حضرتك تماما، لكن خلينا نتفق الاول ان هناك مجموعه من الخطوات يعني اللي ممكن تقينا من الدخول في منطقه المرض ومن الدخول في منطقه المقاومه اللي هي الزايده. يعني مواضيع يمكن اتكلمنا فيها معاكم كتير قبل كده عبر برامجنا المختلفه. الدكتور النهارده لفت النظر جدا واحنا اكدنا على المفهوم ده على موضوع رطوبه التربه والري. رطوبه التربه والزياده المفرطه في استخدام الميه ده اول اسباب اعفان الجذور. يعني كمان انتشار النماتوده بشكل كبير برضه له علاقه بارتفاع الرطوبه. دايما هنلاقي الامراض الفطريه مرتبطه بارتفاع نسبه الرطوبه في التربه. اذا عمليات الري المنتظم في مواعيده رقم واحد، المنتظم في كمياته رقم اثنين، المنتظم في مواعيده في النهار الواحد. يعني احنا مش بس بنقول مواعيده اللي هو كم مره في الاسبوع ولا كم مره في الشهر، لا كمان المنتظم في مواعيده في انه وقت في اليوم اللي حروي. كل ده ممكن يقينا مجموعه كبيره جدا من الامراض. هنلاقي دايما الامراض الفطريه والنماتودة على طول لازقين في بعض كده ومرتبطين تماما، وامراض اعفان الجذور مرتبطين على طول بموضوع الري، واحنا يمكن اتكلمنا معاكم في الموضوع ده قبل كده. خلينا ننتقل مع حضرتك النهارده واحنا بنقول ان احنا كيف يؤثر التلوث على النبات وكيف يمكن لمعالجه النبات بشكل غير صحيح ان تؤدي الى تلوث البيئه. يعني العلاقه بتاخد وتدي، علاقه طرديه صحيح. احنا قلنا اول التلوث البيئي هو ايه؟ هو الملوثات معروفه، نقول تلوث الهواء يبقى عندي مبيدات، عوادم سيارات، بس مش موضوعنا النهارده، بس انا بقول لك مصادر تلوث الهواء، الغبار بتاع المصانع، اسمنت زي حلوان والمعصره دي تروح تلاقي الشجر كله متغطي بلون الاسمنت. صحيح. فدي كلها ملوثات للهواء. الهواء لما نيجي النبات بيتنفس، الصغور الموجوده في سطح النبات في الاوراق. صحيح. والاوراق دي المطبخ. طب ما لما تسد هذه الصغور يبقى التنفس قليل. مظبوط. يبقى اذا هيقل المحصول. صحيح. ويحصل له اختناق. ده هو اللي احنا بنقول التلوث البيئي انواع: تلوث هواء، تلوث ميه، الذي الميه اللي هي المجاري المائيه كلها، سواء اني شوف اكوام الزباله اللي بتترمى على المجاري المائيه حتى في الارياف، تبص الترعه ماشيه قدام اللي بيروي منها، كل زبالة القرية بتروح ترميها في الترعة. كل دي ملوثات للمية الري. المية الري كمان في المصارف لما انت ترش مبيدات وتتساقط حول النبات وتخش مع مية الري في الصرف، يبقى المصرف فيه مبيدات. يعني خلينا يا فندم نصنف كده عشان نوضح الخطوط اللي احنا ماشيين فيها. يبقى احنا بنتكلم عن تلوث الهواء، تلوث المية، واعتقد تلوث التربة كمان. يعني خلينا نمشي بقى في الثلاث محاور. نتيجة مباشرة تاني تساقط المبيدات لما برش، وده هنقولها ازاي ترش عشان ما يتساقطش قطرات المبيد في التربه. مهم وتلوث جدا. صحيح. وتلوث فعشان كده دي انواع التلوثات. طيب احنا هنركز على اهم حاجه في الملوثات وهو المبيدات الزراعيه. المبيدات الزراعيه ماده كيماويه
زي بتوع الشركات كلهم بينتجوا مواد مختلفة لكل أمراض مختلفة، حشرات مختلفة، باعتبار أن المبيدات هي ملوث للهواء وملوث للماء وملوث للتربة. أيوة أيوة، يعني ده نربط ده بس المواضيع. نعم، إحنا هنتكلم عن المبيدات كملوث للهواء وملوث للماء وملوث للتربة. ما أنا هقول لك في التطبيق بيتم إزاي. أيوة إزاي فهم. أيوة، لما نيجي نقول إحنا عاوزين نستخدم مبيدات، ولا يمكن لأي أحد في مصر ولا في العالم كله، امريكا اللي هي ام التقدم في العالم، بتستخدم مبيدات لحد دلوقتي، وبتستخدم مبيدات محظوره عندنا وهي بتستعملها زي البنليت من زمان، ده كارسوفيجين بتستخدمه، بس هناك بقى استخدام المعقول والترشيد اللي انا هقوله. فمش ممكن نستغنى عن استخدام المبيدات، لدرجه ان احنا لما نيجي نختبر مبيدات جديده بنعمل لها الستاندرد بتاعها اقوى مبيد عندنا لهذا المرض. يبقى اذا المبيد موجود والتطوير بتاعه موجود. المبيدات دي بقى نيجي نستخدمها في المقاومه. بنعمل ايه؟ اولا في شرط للمبيد، ان ما نجيبش مبيد من جهه غير معلومه. لازم يكون عليه الليبل، وخاصه سيبنا من اسم الشركه، سيبنا من اسم الوزاره، حاجتين اثنين، ما تكونش مفتوحه العبوه قبل كده، ومخزنه تخزين صحيح عشان ما تبقاش فقدت تاثيرها فعاليتها، وبعدين يكون عليها الليبل الاكسباير ديت او تاريخ الانتهاء الصلاحيه، تاريخ الصلاحيه مسجل عليه، والا يبقى انا دخلت في متاهه. جبت الاول نشخص المرض، طالما شخصت سليم زي الطبيب، ولذلك جامعه اسكندريه رحنا عملنا فيها مؤتمر مره، يقول لك قسم صحه النبات، ده الامراض النبات قسم صحه النبات، ومعهم حق زي صحة الإنسان. صحيح، لأن التلوث ده، التلوث اللي بتعمله مبيدات أو الغير مبيدات أو رمي الجثث في المجاري المائية، كل ده تلوث، مية المجاري، صرف المصانع، كل ده في تلوث للمية، يبقى تلوث بيئي بتسببه. صحيح، مسببات إحنا قلنا عليها إيه. طيب إحنا هنستخدم مبيد بقى، قلنا أول شرط إن يكون العبوة سليمة، سلامة العبوة، مصدر موثوق منه، وبعدين عليها الليبل، وشروط تخزين سليمة، ومشخصين صح، ومشخصين صح. نبدأ بقى عاوزين نرش عشان نقاوم. تحضير المبيد دي نمرة واحد، المبيد نرش المبيد بالجرعة الموصى بها، سواء كيل أو ميزان، يقول لك كذا في المية مبيد، يا إما بالمكيال باللتر، يا إما كم قرص على 100 لتر، وكم قرص على 600 لتر، وكم كمية أو كم جرام، أو إذا كان باودر بالميزان. صحيح، إنما سائل باللتر. صحيح، وفي بالأقراص كمان، وفي أقراص، أقراص يعني عادة مستخدم في المخازن. يعني فإحنا بنيجي نحضر المبيد، نحضره إزاي؟ شخصنا صح، حضرنا المبيد الموصى به من وزارة الزراعة صح، نيجي عملية التحضير. أولا الشخص اللي هو، اتفضل يا فندم، الشخص اللي هو هيشتغل هيحضر المبيد، نسيبه كده ولا نقول له عشان تأثيره على صحة الإنسان والحيوان نعمل الآتي، نقول له البس جوانتي بتاعك، صحيح، البس الكمامة، البس نظارة، البس بوت طويل اللي هو برقبة طويلة، ده كله لحمايته هو. وبعدين اما تيجي تحضر المبيد، احنا بنقول لازم يكون المبيد فيه امتزاج كامل، ان موزع الجزيئات بتاعه المبيد سواء معلق او محلول، صحيح، في جميع انحاء البتاع، ولذلك نقول لك التقليب مستمر، سواء رشاشه ظهريه، مزبوط، او رشاشه الموتور بيبقى فيه تقليب اوتوماتيك، ان ما كانش في تقليب بالضغط كده في الرشاشه الظهريه. حضرنا نيجي نحضره بقى، بنوزن او نكيل الكيل، احنا مثلا الفدان بالرشاشه بياخد 200 لتر، بالموتور 400 600 حسب طول النبات. ال 200 نحضر مثلا، هنرش فدان بمبيد بالرشاشه، الرشاشه ذات البشبور كويس. بنعمل ايه؟ بنروح جايبين 100 لتر، وناخد
نجيب جردل صغير جنبنا وناخد كمية المية هتكملها لما ترجعها تاني فيها المبيد هتكمل 200 لتر. ما تجيبش مية من برة عشان تخفف المبيد. تاخد من نفس اللي انت محضره هتحضر في المبيد. بس نحضر المبيد ازاي؟ بنجيب جردل تاني. معلش يا فندم النقطة دي تاني معلش، يعني قصد حضرتك ايه؟ يعني حضرتك قصدك مثلا ان احنا نحل المادة الفعالة الأول في شوية مية صغيرين وبعد كده ازودهم على 100 لتر؟ لا 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 انا ما اقولش كده. ده خطأ. انا باخد باخد صح كلامك صح دلوقتي. انا كنت فهمت غلط. المية اللي انا محددها اللي هرش بيها ما يصحش اجيب لها مية من بره، اخد منها هي عشان احضر المبيد عشان ما يقلش التركيز بتاع المبيد. واخد حضرتك؟ طب يعني كده بالراحه، اذا احنا قلنا مثلا هرش النهارده برشاشه زهريه انا محتاج 200 لتر. ال 200 لتر دول الماده الفعاله بتاعتي او الدواء اللي هو بالكميه، يعني مثلا اقول 60 جرام للفدان على 60 جرام على 200 لتر. اخد ال 60 جرام الجرام دول احلهم في ال 200 لتر كلهم ولا احلهم مثلا في 10 في جرده منفصل؟ لسبب ان انا بجيب مثلا خدت 5 لتر من الميه اللي انا مع ال 200 لتر وحطهم في الجرده. كويس. ما احطش المبيد مره واحده واقلب. لا شويه واقلب شويه واقلب شويه لحد ما ينتهي، وممكن املى جرت بس من الميه اللي هي بتاعه التحضيره. خلصنا تقليب كويس. طيب اقلب بقى، اقول للعامل قلب بايدك ويكون فيها جرح ولا كده، حتى لو لابس جوانتيات. لا لازم عصايه حاجه خشب يقلب بيها عشان ما يجيش اي جرح او اي حاجه او يتصل لاسمه، انت عارف الجلد كله مسام. صحيح، ممكن يمتص الجلد ما تسمى. صحيح. وبعدين الميزه ايه؟ ان ما بيجيش تاثير المبيد في يوميها. اذا كان مبيد حشري سام وانا تعرضت له مره في مقاومة الدور هو اصلا سنه 66 تعرضت له مره، فبيبقى مدينا راس بتاع ده امبولات كده اتروبين وبتاع بنلحق نفسنا. انما الراجل ده اللي بيشتغل في المبيدات الفطريه اهون من اللي بيشتغل في المبيدات الحشريه، لان ديك فوسفور وحاجات ضخمه. سامه يعني السميه بتاعتها عاليه. سامه سميتها عاليه. فبتاع الامراض احنا نقول له قال ليه بقى؟ لاستنشاق المبيد، ولذلك هنقول لك هو بيرش ما يرشش ضد التيار الهواء. التسمم بيجي له منين؟ ما بيجيلوش مره واحده. بتراكم اكوموليشن، تراكمات تريسس، حاجات بسيطه تبص تلاقي دي. وبعدين احنا عندنا ربنا بيدينا ميزه الكبد. الكبد ده عباره عن خط الدفاع بتاع الحدود، خط الدفاع الاول. بيعمل ايه؟ يصعب، هو المدافع الوحيد المخلص لجسمه. يعني انت مش هتخلص لنفسك قد الكبد بتاعك. اي ماده سامه بتدخل الجسم يتلقفها الكبد ويعمل عشان يقي الجسم من هذا بيعمل ايه؟ يخزنها جواه يعني؟ لا، بيموت الخلايا اللي حول، ياخدها ويركزها كده ويعمل عليها عمليه تليف، يموت الخلايا اللي حواليها عشان ما تنتشرش. طيب سبحان الله. ولذلك بقول لك تراكمات ما بيجيش الا بعد 20 30 سنه يعمل كارسولوجي، يبقى سرطاني في الكبد. لان الكبد بيعمل ايه؟ قلت لك بيعمل تليف حوالين الحته دي، فلما يموت شويه خلايا هنا وتخش الماده الثانيه وتموت شويه خلايا يبقى كومبليتلي فايبروزد، خلاص انتهى تليف كامل. وهنا فشل كبدي، هنا توقف وظائف الكبد والتشمع بقى والمشاكل الكبيره وتخش سرطانات بقى وبتاع. فاذا احنا لازم نتلافى هذا، ما نقولوش قلب بايدك، ما تلبسش كمامه، ما تلبسش بوت، حتى لو الرشاشه نقط عليه يبقى على البوت. صحيح. ما يدخلش الجسم كله مسام. فاحنا بنحافظ على صحه الانسان اولا قبل النبات. جميل. هو رايح يقاوم المرض في ما موتوش، ما موتوش ما موتوش الفلاح بتاعنا. صحيح. فنيجي بقى الموضوع، احنا وقفنا عند التقليب الجيد. أيوة. التقليب الجيد. هناخد بقى كل شويه لحد ما نخلص العبوه ونروح حاطينها في التحضير. كويس. يبقى انا كملت ال 200 لتر اللي كنت اخذتهم منها رجعتهم لها تاني. طيب يعني استاذن حضرتك ان احنا نطلع فاصل قصير جدا ونرجع لحضرتك مره ثانيه. اعزائنا المشاهدين، فاصل ونواصل مره اخرى، تابعونا.
ورجعنا لكم اعزائنا المشاهدين، بنستكمل كلامنا مع الاستاذ الدكتور شعبان خالد، استاذ امراض النبات وامين عام جمعيه امراض النبات المصريه. يمكن قبل الفاصل كنا بنتكلم عن عمليات تحضير المبيدات، وقلنا ان احنا لو قلنا مثلا افترضنا ان احنا الفدان بتاعنا محتاج 200 لتر ميه، فانا هاخد من ال 200 لتر دول مثلا 10 لتر احل فيهم المبيد وارجعهم تاني لل 200 لتر، لان انا اذا حطيت مثلا 10 لتر مدوب فيهم الماده المركزه على 200 لتر يبقى انا عندي كده 210 لتر، وبالتالي التركيز بتاعي هيخف. طبعا احنا اكدنا جدا على موضوع استخدام النظارة، لان المجاري الدمعية اصلا بتوصل لده، ويمكن تحسوه لما تحطوا قطرة بتلاقوا المرارة بتاعت القطرة في عينيكم نزلت في الحال. اذا استخدام النظارة مهم جدا لوقاية العامل مع المبيدات من السمية اللي ممكن تدخل جسمه. كمان مسام الجلد بيستقبل المواد السامة وبتدخل جوه مجاري الدم، ويمكن اللي بيدفع الثمن الكبد اللي احنا دايما بنعاني من امراضه بشكل كبير. يبقى استخدام الجوانتي مش رفاهيه، استخدام النظاره مش رفاهيه، استخدام البوت اللي في الارض ده كمان مش رفاهيه، استخدام الكمامات الواقيه للجهاز التنفسي عبر الاستنشاق برضو مش رفاهيه. كل ده بيقينا بكثير جدا من امراضه. وبنستكمل كلامنا مع حضرتك يا دكتور، وبنستكمل عمليات تحضير المبيد بشكل امن لا يلوث البيئه. احنا دلوقتي حضرنا المبيد خلاص، جميل. هنبدا عمليه الرش. عمليه الرش لها ضوابط. اولا اختار الميعاد المناسب اللي هرش فيه، بمعنى ما نجيش وقت الظاهره في الصيف والرش، المبيد هيتبخر ومش هنستفيد بيه. صحيح. انما يا الصبح يا اخر النهار نبدا، انما ما نرشش الظهر. دي حاجه من الحاجات المطلوبه. بس يعني برضو الصبح ما يبقاش الصبح قوي، الوقت اللي عليه ندى ده بعد طاير الندى زي ما بعد ما طاير الندى كده، لان الندى ده بيعمل طبقه عازله برضو هتمنع الاستفاده من المبيد. لا، ما احنا بنحط للمبيد ماده لاصقه، الماده زي ترايتون بي، زي كل المبيدات الفطريه بتحط لها الماده اللاصقه الناشره. جميل. فخلاص حضرنا وعملنا دلوقتي هنيجي الرش، نختار الميعاد المناسب. كمان برضو نيجي بين الرشة والتانية يبقى الفترة المنصوص عليها أو في التوصيات 10 أيام يبقى 10 أيام، 15 يوم يبقى حسب نوع المبيد ونوع الآفة، معامل البي اتش اي بتاعنا. مهم. فهنرش بقى، بدأنا الرش، نيجي الراجل لابس زي ما هو، ما يجيش يرش وخلاص اخترنا الميعاد المناسب، ما يجيش يرش في اتجاه الريح، عكس اتجاه الريح، ما يرشش في عكس اتجاه الريح، لان كله هيلبسه فيه هو ومش هنستفيد بالرش. يعني بالبلدي كده لما تيجي ترش ما يبقاش الهواء في وشك. أيوة. الهواء في وشك هتيجي ترش المبيد هيرجع لك انت ومش هيعمل نتيجه، يبقى خلي الهواء في ظهري. مش هقاوم المرض. يبقى الهواء في ظهري. ايوه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان لازم البشبوري يكون مطلع حاجه اسمها الشمسيه. المبيد اللي ما كانش مجزأ تجزيء دقيق بيسموه ميست او ضباب، زي الضباب كده. في ناس يعني شفتها وانا مشرف زراعي زمان سنه 66، ان العامل بتاع بيروح عاملها حتى لو جرار اللي هو الجنار اله الرش اللي هي الموتور الكبير، الجنار او جومبين او بتاع اللي هم كانوا 600 زي ما بيسموها، من 400 ل 600. الواد عاوز يخلص يروح عامله صاروخ، كله بيسقط على الارض، ما ده التلوث، بيلوث التربه ويلوث الماء، الماء الارضي. صحيح. اللي احنا بنسحبه بعد كده ونروي بيه. صحيح. فبيعمل صحيح تلوث. صحيح. فاحنا لازم يكون المبيد مجزأ تجزيئا دقيقا من الالتر. يعني اذا بستخدم شكل بقفل البشبوري ودي شكل شمسيه خالص رزاز بس. ايوه، مثل ضباب. ليه؟ حاجتين اتنين، لان الصاروخ ده برضه هيوقع برضه يا فندم الزهر، هيوقع العقد، هيوقع يعني هيأذي النبات كمان، بعيدا عن انه هينزل بشكل قطرات مباشره على التربه يلوثها ويلوث الميه. هو كمان ومش هيقاوم المرض ده كمان، يعني مصاريف على الفاضي. مصاريف على الفاضي. صحيح. والفلاح مش ناقص. صحيح. فاحنا بنقول له الحاجه اللي هي هيأذي النبات نفسه كمان، توفر له وقته، توفر له فلوسه. كويس. تخليه في صحه، في امان. صحيح. فبنبدا يبقى عندنا البشبوري شمسيه. جميل. شمسيه. المسافه بين بوز البشبوري والنبات 50 سنتي. صحيح. عشان تبقى الشمسيه واصله 100%. طيب لو كان التجزيء غير دقيق، الدروبلتس قطيرات، هينزل على مهما كنت حاطط له الماده اللاصقه. صحيح. هينزل على سطح الورق الى الارض ويعمل التلوث اللي احنا قلنا عليه، تلوث مع الارضي اللي احنا بنسحبه بعد كده ونربو بيه، وتلوث التربه. جميل. دي نيجي بقى عاوزين نكمل عمليه الرش، نمشي الشمسيه دي
انت تصرفك المبيد فيها مجزأ ولا مش مجزأ؟ انت بتطلع طريقه التجزئ بتطلعها، انما المبيد لو كان معلق بذات لا، فين فين التقليب؟ التقليب مستمر، التقليب لان بعد فتره اللي بيترسب في قعر الماتور ويبقى في جزء مركز وغير المحلول مركز. لا ما فيش في عجاله بس الله يخليك. ما خلاص انا دلوقتي خلصنا الرش، هنبدا نروح بقى العامل ما يجيش لو فاض معاه شويه مويد، وده التلوث اللي احنا بنركز عليه، ما يجيش رميه في اي مجرى مائي. صحيح، ما عاوز تتخلص منه. صحيح، دي حاجه. الحاجه الثانيه، اول ما يخلص حرصا على صحه هذا البني ادم، يعني لو طل يخش تحت الدش بهدومه كده اللي هي بتاعه الرش، وبعدين ينظفها كده ويركنها ويخش هو يشطف كويس. يعني اعتقد هو كده بالطريقه دي هيقي نفسه وحيقي البيئه بتاعته كمان، البيئه وكله وكل حاجه. بشكر حضرتك جدا الاستاذ الدكتور شعبان. يا خالد، بس حضرتك يمكن لك كان لك جمله اخيره بس عايز تضيفها في عجاله. الله يخليك عشان وقتنا يعني ضيق الوقت. احنا كجمعيه امراض النباتيه المصريه بنعمل ندوات ومؤتمرات تخص علم امراض النبات. فاحنا اخر حاجه في كنا عاملين في شهر 5 اللي فات ده مؤتمر امراض النبات الثالث عشر، وجيت هنا سجلت عليه. فاحنا بنعمل كل سنه 3 سنين مؤتمر، وكل ندوه كل سنه ندوه. فاحنا المقترح كنا رئيس جمعيه امراض النبات المصريه معالي الدكتور صلاح ابو مؤمن اللي كان وزير الزراعه اسبق، وقعدنا اتفقنا على موضوع الندوه القادمه اللي هتكون ايه يا فندم ان شاء الله؟ هتكون ايه؟ اللي هي امراض النبات كعامل محدد لتصدير الحاصلات الزراعيه الهامه. ده مهم جدا. هندخل معانا الحجر الزراعي، وهندخل معانا اكاديميه البحث العلمي، هندخل معانا. اتمنى ان حضراتكم يعني تتواصلوا معانا عشان نغطي بقى هذه الندوه باذن الله. يعني اتمنى ان انتم تتواصلوا معانا باذن الله ونحاول نغطيها عشان كل الناس تستفيد. فعلا موضوع مهم جدا ان احنا نركز على موضوع التصدير وازاي يعني. خلي بالك انا قلت التصدير وليس الاستيراد. اكيد اكيد يا فندم. التصدير لا يهمنا، هو ده اللي بيجيب العمله الصعبه. هو ده، وهو ده امل مصر الجديد. يعني بشكر حضرتك جدا الاستاذ الدكتور شعبان خالد، استاذ امراض النبات وامين عام جمعيه امراض النبات المصرية، على هذا اللقاء الممتع. شكرا يا فندم. شكرا. اعزائي المشاهدين، مهم جدا كمان واحنا بنخلط المبيد ان احنا نختارش ميه صرف عشان ما نضيعش فلوسنا على الفاضي، ولا نختار برضو ميه من الحنفيه، نختار الميه البحاري، ودي افضل ميه نخلط بيها المبيدات بتاعتنا. بشكركم جدا على حسن المتابعه. بشكر كمان زميلتي الاسراء على مشاركتها في تقديم هذه الحلقه. الى ان القاكم باذن الله، لكم مني كل التحيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.